قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. طيب، هذا الذي يدخل في علم الكلام، الذي يدخل في علم الكلام يصير متذبذبا بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. بعضهم أخذته الحيرة وترك الصلاة 40 يوما، يعني في شك. قال الشارح ابن أبي العز: يتذبذب يضطرب ويتردد. وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة. من أراد أن يجمع بين علم الكلام وعلم الكتاب والسنة فهو كالذي يجمع بين العسل والسم، ويجمع بين الذهب والبعر، لا يمكن أن يجتمعا. قال: وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد، وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت، ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به. نعم، ابن رشد هما اثنان، الحفيد والجد، والحفيد هو الذي دخل في علم الفلسفة، وبعضهم قال تكلم فيه بأنه عنده تزندق، وهو صاحب بداية المجتهد، ذاك الكتاب الذي فيه تقاسيم بديعة وعجيبة، وكان قاضيا. فأحيانا ترى ذكيا يدخل في هذا الباب فيضل. قال رحمه الله: وكذلك الآمدي، وهو صاحب كتاب إحكام الأحكام، وهو علي ابن أبي علي، أصولي، تفقه على مذهب الإمام أحمد ثم انتقل إلى مذهب الشافعي. وقد ذكروا عن هذا الرجل وهو من أفضل أهل زمانه، قالوا ربما كان لا يصلي، أعوذ بالله، حيرة أخذته الحيرة. قال: واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمات والبخاري على صدره. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات:
نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فكم قد رأينا من رجال ودولة، فبادوا جميعا مسرعين وزالوا. وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال. الرجل في حيرة. وهذا كان من كبار العلماء، له كتب، ومن أشهرها تفسير الرازي. وهذا تفسير الرازي يقولون، يعني يشكك، يورد الإشكالات ولا يجيب عليها، وهو عالم بكل شيء إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا الذي عنده تفسير الرازي، لا تفسير الآلوسي، في تفسير سورة العصر، تكلم على حديث وأورده، فقال الآلوسي بأنه عالم في كل شيء إلا في علم الحديث. انظر ماذا قال: نهاية إقدام العقول عقال. الذي يقدم العقل، العقل يكون عقالا له، ويكون كالخيط الذي يربط به. ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا، أي مريضا، ولا تروي غليلا، أي عاطشا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. يعني هنا إثبات أدلة العلو لله. وأقرأ في النفي، ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي وعرف مثل معرفتي. نعم، سبحان الله. ثم قال: ومن جرب. نعم، هذه النقولات يعني ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة الفتوى الحموية الكبرى. هنا: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، عرف مثل معرفتي. وبعض الناس يقول نجرب، وتصير حياته كلها تجارب. لا، هؤلاء أذكياء، هؤلاء يعني كما يقال في العلم والحفظ، لكن انزلقوا، أخطأوا الطريق. قال: وكذلك الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، قالوا كان من فلاسفة الإسلام، كان إماما في علم الكلام على مذهب الأشعري، وله كتاب الملل والنحل موجود. قال: إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن، أو قارعا سن نادم. هنا رد عليه الصنعاني رحمه الله فقال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد
ولست تراه قارعا سن نادم. هذا هو الصحيح، الذي يهتدي ويتبع يعني لا يضل. لكن هؤلاء أصحاب حيرة. قال: وكذلك قال أبو المعالي الجويني. أنت الآن لو نظرت إلى ترجمة واحد من هؤلاء مثلا في السير تتأسف، سبحان الله أين وصل بهم الحال. ولو نظرت مثلا إلى تراجم الذين لم يدخلوا في هذا الباب في علم الكلام انشرح صدرك. لكن هؤلاء أصحاب حيرة وشك، دخلوا في هذه المداخل. قال: وكذلك قال أبو المعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. سبحان الله. هذا أبو المعالي الجويني، هذا كان آية في الحفظ والفهم والعلم، لكن دخل في هذا الباب. وانظر إلى قوله: وكذلك قال شمس الدين: الخسرو شاهي. قال هو عبد الحميد ابن عيسى الخسرو شاهي، نسبة إلى خسرو شاه قرية بمر التبريزي الشافعي، وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء. انظر هذا الرازي محمد بن عمر الرازي صاحب التفسير أبو عبد الله في السير. قال رحمه الله: وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته. أسأل الله السلامة والعافية. العوام يقولون في الذي يدخل في باب الشعوذة، يقولون: جمع وما استطاع أن يفرق، يعني